بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكملين مع الكورس تبعنا سيستم A لاب 200301. بعدنا بالرد، شو قصة التوبولوجي اللي قدامنا هاي؟ تعال نشوف لو الرب عنده أكثر من طريق كيف ممكن يتعامل. هلا لو أنا بدي أروح أشوف، بدي أروح على شبكة هاي ال 200.1.1، من وين؟ من راوتر 1. قالك ماشي، حيسلك أي طريق؟ قلنا بالنظري انه هو حيسلك طريق اقصر هوب. شو يعني اقصر قفزه؟ اقصر نطه. فبتعال نشوف من فوق، من فوق بده يروح عليها، بده يروح ينط واحد اثنين ثلاثه، فبده ثلاثه هوب. من هون بده هوب واحد، من هون من تحت بده واحد اثنين، فاكيد هو حيختار احسن مسار اللي هو بالنص ويشوف. طيب ما هي ذكي؟ لا، ما هو هذا من الذكاء. ليش؟ تخيل انه انت عندك هذا اللينك وليكن سرعته 10 ميجا بت بير سكند، وهذا 100 ميجا بت بير سكند. طيب هذا هون مثلا تنفذ 50 ميجا بت بير سكند، وهكذا. بفكر الفكرة وضحت يعني. فسرعات أنا عندي الباندوث تبع الكيبلات، وأنا بطلع هيك، أو مثلا سرعة الإنترنت عندي هم 100 ميجا بت، 10، 50. هو يفضل أبطأ سرعة عشان يوصل هون. طب ما أنا كان ممكن توصل من فوق أسرع، إذا هذا عندي 100 مثلا، هذا 100 وهذا 100، خلينا نقول أو 120 50، حيطلع أكيد من فوق أسرع. هو اختار اللي بالنص، وهذا هو يعني طريقته اللي ما عادت تزبط يعني كثير. طيب تعال نشوف، نشغل الراوتر الريب، نشغله على السريع. انا بس حطيته اي بيات عشان بس اذكرك، هذا R1 R2 R3 وتحت R4 R5. بين R1 و R2 انا مستخدم كله 10 10 ومغير بثالث اوكتيف. 10 10 12 يعني الاي بي بين 1 و2، على 1 حيكون دوت 1، على 2 حيكون دوت 2. 10 10 23 هو الاي بي بين 2، راوتر 2 وراوتر 3، وهذا حيكون دوت 2 وهذا حيكون دوت 3. هذا 10 10 35 حيكون بين 3 و5، حيكون دوت 3 هون، دوت 5 وهكذا. تمام. فانا بس حطيت الاي بيات وحطيت اللوب باك، حشغل بس الراوتر ريب عليه. هلا على الراوتر انا ما عندي شبكات، انا مهتم بس باخر شبكه نشوف كيف شكلها. حفعل الراوتر ريب على، او الريب بروتوكول، حفعله على 3 دايركت انترفيسز، دايركت كونكتد هدول، عشان يشوف جيران. هنقول له كونفتي راوتر ريب ماله، هنقول له نتورك 10 دوت 10 دوت 12 دوت 0. وبعدين وعندي بين 1 و5 يعني 15 0، اللي هو بالنص هذا، بين 1 و5 15 0. اوكي، هيك اسهل اي بيات نقدر نعرفها. طيب بين 1 وتحت 4 حيكون 14 0، وقول له فيرجن 2. خلينا نشتغل خلاص على فيرجن 2، أموره تمام. هون في الراوتر ريب نتورك ماله، عندي 10 10 12 0 كمان، 10 10 12 0، وعندي نتورك تاني هي 23 تمام. ثالث كونتيتي قول له راوتر ريب، هنقول له 10 دوت، عفوا نتورك 10 دوت 10 دوت بين 3 و5، هذا 3 اللي تحت 5، فحيكون 35 دوت 0، وحيكون نتورك بدي ورا بين 10 دوت 10 دوت 23 دوت 0. قول له فيرجن 2، هذا قلنا له فيرجن 2، ما قلنالوش قول له فيرجن 3 ماشي. وعلى هذا خلينا بس عشان تكون واضح معاي، نزل لك هيك شوي تحت. اوكي، فهذا كونفتي، هنقول له راوتر ريب، وين ريب؟ ريب نتورك، انا هون في عندي 10 10 35 دوت 0 تمام. شو كمان عندي؟ عندي 15 بيني وبين راوتر 1. شو كمان؟ عندي 45
بين 4 و5 تحت، تمام، وعندي اللوب باك، سوري، وعندي اللوب باك، لوب باك نتورك 200.1.1.0، ماشي، وقول له فيرجن 2، هذا اقول له برومبت راوتر ريب، انا النتورك عندي 10.10.14.0 اللي بين راوتر 1 و4، او النتورك بين 4 و5 حتكون هي 4545.0. طيب هيك تمام الامور. طيب تعال نشوف على راوتر 1 شو صار، شايف كيف يوصل ل 201 والشبكات الثانيه. خلينا برضه نشوف هل هو بلود بالانس ولا ما بلود بالانس بحال تساوت المقامات. طيب تعال هون قول انتر وشو اي بي راوت وقول له ريد، خلينا نكون فوكسين عليه. حلو، شو شايف؟ شايف ال 23 بين راوتر 2 و3، ماشي، و35 بين راوتر 3 و5، شايف 45 بين راوتر 4 و5، وشايف ال 200 دوت 1 عن طريق 10 10 15 5، يعني ال 200 دوت 1 شايفها بس بطريق واحد اللي هو مين؟ فضل المسار اللي بالنص، يعني لو طلع لك من هون وطلع، هو قلنا لك الراوتنج تيبل بحط افضل مسار عنده بالراوتنج تيبل، هون حيشوف 45 35 23، شاف دائما اعتقد، يعني تعال اقول لك 23 مثلا من وين شايفه؟ قال لك من 10 10 12 2، من وين يعني؟ يعني من فوق عشان يوصل في النقطة الثانية، أما من تحت بده كتير، 1 2 3 4، وهذا 1 2 1 و2، تمام؟ فعطول قال لك لا هون أنا من عم. طب تعال نضرب، لأنه إذا يكون في عندي لود بالانس هون لازم يكون في عندي لود بالانس على ال 45، لازم. طيب تعال بس نشيك الراوتنج تيبل هون شو صار عندي، قول لي شو اي بي راوت او شو عفوا شو ران سكشن ريب، يعني شوف هون شو عندي بالريب، هون بس انا حاطط له نتورك، اوكي. طب هون هو هشوف ان هي كلها شو ران سكشن ريب، اوكي هو هشوف ان كلها، بس هون شو نسيله فيرجن 2، اوكي. طيب منيح، تعال نقول له برومبتي راوتر ريب وقول له فيرجن 2، هذا تقول له شو ران سكشن ريب، اوكي. المفروض هون يحصل عندي شيء هلا شو اي بي روت، اوكي، شاف لي ال 45 عن طريق طريقين، هاي اللي كان بدي اياها. طب وين ال 45؟ هي بين 4 وبين 5، طب ليش شافها بطريقين؟ تعال نشوف. أول شيء إذا بدي يروح على 45 من هون حينط أول نطة، وبعدين حينط النطة الثانية، فهاي توها قال لك ماشي، فاثنين هوك من النص. طب من هون قال لك نطة، حلو، الثاني ماشي، الثالثة ولا يوصل لهون الرابعة، فمن فوق بده 4. طب من تحت قال لك هب وصار عندي اياهم. طيب فعشان هيك تساوت بين نص هون، تعال نشوف هون تساوت عندك هون، فقال لك انا شايفه عن طريق 15 وانا هون شايفه عن طريق 14، فهو شافه من طريق 15 بالنص، شافه من طريق 14. طيب هلا انا بجوز انا اسأت التعبير هون بس شوي، هي لأنه شبكة العشرة 45 موجودة عند هاد، وشبكة 45 موجودة عند هاد، فاعتبرها بس ون هاب، هي عفوا مش تو هابس، أوكي أنا غلطت فيها. يعني لو نحن نحسب هون هنقول له هون نط نطة، وهي شبكة عنده خلاص مش حينط أي شيء تاني، هاي واحد، وهون نط نطة عليها، فهي شبكة عنده مش حينط أي شيء تاني، فهو الهوب واحد، بس من فوق عندك واحد ماشي، اثنين صحيح، ثلاثة،
اوكي وبس. فان فوبيو 3 هب، هذا واحد هب واحد هب، فهو اختار لا اثنين نفس الطريق واثنين نفس الشبكه، الماس تبع نفس الشيء عشان تكون لونجست بيست ماتش بالاول، فقام عمل اللود بالانس عليه. طيب جميل جدا، خليني اوقع الخط اللي بالنص هذا ونشوف حيشوف شبكه ال 200 من وين. يعني انا رحت هنا على هون، هلا شايف هو ال 200 بالشبكه اللي بالنص 10 10 15. خليني اوقع الانترفيس، قول له كونفتي، قول له انترفيس جي 0 سلاش 2، قول له شت داون. اوكي قول له ان، قول له شو اي بي راوت ريب. بعده بده طبعا يعمل ابديت، شوف قديش بطيء. لما ندرس الاو اس بي بتشوف مثلا لما يصير في عندك تشينج تريجر ذا ابديت بيصير فيه. طب خليني اقول له كلير اي بي راوت، بس نعجل الوقت، وشو اي بي راوت ريب. اوكي هلا هون صار شايف لي ال 200 عن طريق مين؟ 10 10 14 4. وين 10 10 14 4؟ من تحت. ليش؟ تعال نشوف. هلا هذا الطريق اتكنسل اللي هو احسن طريق، قام صار بدور على بديل. قال لك انا عشان اوصل ال200 بدي واحد، حصل اثنين مظبوط، ثلاثه صرت عنده، هاي ثلاثه هاب. بينما من تحت عندي واحد صحيح اثنين، فصار في عندي اثنين. لو بتشوف هون الراوتنج تيبل صار شافه، والميتريك 2 لما نكون بس هون شايفين ورا هون باللي فوق لما كنا طالعين. اوكي هون شايف كل اللي شايفه بالميتريكس 1 1 1 1، افضل طريق هون عندنا 1، حتى لما كان شايف ال 200 كان شايفها ب 1. اوكي مستثني الاثنين، بس هلا هون في عندي واحد المتريك تبعه 3 1، فحط لي اثنين. لو وقعت هذا حياخذ اللي فوق. تعال نوقف الكونفتي الانترفيس جي 0 سلاش 1، قول له شت داون، وقول له كلير اي بي راوت ستارت، بس نعالج البروسيس، قول له شو اي بي راوت ريب. اوكي صار شايف لي اياها من عن طريق 10 10 12 2 والمتريك 3، يعني 3 هاب. وهون هذا الاد كنسل وهذا الاد كنسل، هذا نقطة، واحد اثنين ثلاثة صار عنده عند ال 200 وصار شاب. فهو بيكون في عنده لما اوكي لما يلاقي عنده اكثر من هاب مش متساوي بيختار احسن طريق اللي هو احسن هاب اقل هاب، والباقي بيكون زي ستاند باي قاعدين. حصل عندي مشكلة بلينك بيعمل حساباته بيشوف مين اقل هاب وبيمرق زي ما احنا هون شفنا. فهو عن تساوي المقامات بيعمل لود بالانس، اه زي ما شفنا على شبكة ال 45 عمل لي لود بالانس عليها. اوكي لانه قلنا لك نطه واحده هوب هون وهون برضه واحده هون هوب، فشافها بطريقين. ليش سوت المقامات؟ نفس الراوتنج بروتوكول ريب، نفس الشبكه، يعني ما فيش لونج سبيت ماتش، هي شايفه اصلا كله، حتى عمل لها اوتو سمرايزيشن يعني سلاش 8 تمام وكله تمام. فهو شو صار لك؟ قال لك نفس البروتوكول يعني نفس الادمنستريتف ديستنس ماشي، ونفس البيت ماتش يعني نفس الشبكات، هو شايفين كل من طريق نفس الشبكات. قال لك ماشي طيب شو ضل عندي؟ قال لك خلاص بما اني تساوي فانا راح اروح على الطريق اللود بالانس، فهعمل عندي طريقين اكون شايف منه. اتمنى تكون الفكره واضحه والدرس عجبكم، ان شاء الله نشوفكم درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.